البنت غادي تفرح ملي تعرف بلي جايين فيها الخطاب، حيت اي وحده فينا كتبغي تزوج ودير دارها. انا لا، ما فرحتش. داك الصباح جات لعندي ماما وهي فرحانه كتقول لي هدى بنتي واش دير راسك السبت الجاي، راه جايين فيك الخطاب، واحد السيد صاحب باباك بغاك الولدو. هاد الخبر هادي نزلت عليا بحال شي صاعقه، ما نكذبش عليكم. واخا انا ما كملتش قرايتي، كنت كنطمح انني نتعلم شي صنعه وناخذ حتى انا الدبلوم ونخدم ليا ويكون عندي سالير ديالي ومن بعد نتزوج. ما بغيتش داكشي اللي وقع لماما يوقع ليا، حيت هي مسكينه مني شافت بابا على قد الحال، كانت كتمشي تخدم عند العيالات مره مره، مره تصبان ومره تخمبل، وكانت حتى كتمشي طيب في العراسات. وحيت كنت كنمشي معاها مره مره كنت كنشوفها كتقاسي وكتضرب تماره. على ود هادشي قلت نتعلم ليا حتى انا شي صنعه ونخدم صنعتي حسن ما نبقى نخدم في الديور عند العيالات. ومنين ماما قالت لي هاد الخبر ما قدرتش نقول لا، حيت بابا كان صعيب بزاف وما كنتش نقدر نقول لهم لا، ولكن في نفس الوقت حلفت ما نتزوج حتى ندير داكشي اللي في راسي ونخدم. نهار الجمعه في الصباح وجدات ماما حوايج الحمام وقالت لي هدى راك عارفه بنتي الناس راه غدا جايين وراه خاصك توجدي راسك باش من يجيو يشوفوك وتعجبيهم. واخا انتي ابنتي تبارك الله عليك راكي زوينه وكتحمقي واللي شافك غادي يبغيك. جمعنا حوايج الحمام ومشينا الحمام، تحمحمنا وفلاشيه مني جينا داتني ماما للصالون باش نصايب شعري. قالت لي باش تلقيه شعرك متلق كيجيك زوين. شعري كان كتير، ما كان رطب ما كان حرش، ولكن شعري كان زوين مني كنصايبو كان كيبان غزال. وداكشي كله ماما كدير فيه وهي فرحانه، العكس ديالي انا. راكم عارفين اي ام كتفرح لبنتها وكتبغي تزوجها وتوصلها لدارها وتشوفها حتى هي مهنيه في دارها مع وليداتها. المهم مشيت للصالون، جينا من الصالون لغدت ليه مع الصباح. وجدات لي ماما شنو غادي نلبس، جبدات لي واحد القفطان كانت مخيطه ليا كان زوين ديال جهاره واللون ديالو كان في السومو. قالت لي شوفي يا بنتي غادي تلبسي هاد القفيطين هذا، وجبدات لي واحد الشال كان اللون ديالو في البيض كنت كنديرو مره مره حتى هو كان كيجي معايا غزال. قالت لي هذا غير لوحي فوق راسك من يجيو الناس. داكشي نيت هو اللي كان، وجدنا كلشي وكنتسناو في الناس وكلشي كان فرحان في دارنا، ماما وبابا وكانوا عندنا خالاتي حتى هما كانوا فرحانين ليا وخوتي، الا انا اللي كان ظاهر عليا الحزن في الملامح ديال وجهي، ولكن في نفس الوقت ما كنتش قادره نبين، كنت خايفه من بابا اللي يشوفني هكاك. وجدات قربت لوقيت عفوا اللي غايجيو فيها الناس، وجدت راسي لبست داكشي اللي وجدت ليا ماما ودرت واحد المكياج اللي كان خفيف وخفيف بزاف. المهم درتو ليا خالتي حيت انا ما كنتش كندير المكياج ابدا، عمري ما درتو واخا كنا كنتعرضوا للعراسات وداكشي ما كنتش كندير المكياج. واخا كانت عندي 20 عام ما كنت كنعرف منين نجي ليه. المهم كنت واحد البنت اللي داخله سوق راسي، ما عنديش مع الصحابات ما عنديش مع الخروج، يعني بزاف د الحوايج تقدروا تقولوا انني كيف ما كيقولوا ما كنتش بنت الوقت وصافي. المهم كنتسنى غير امتى يجيو دوك الناس ويخرجوا ونمشيو في حالاتهم، حيت ما كنتش حاملهم واخا ما كنتش كنعرفهم وعمرني ما شفتهم. وصلت لوقيته سمعت الدقان في الباب، قلبي بدا كيدق كنحس به غادي يخرج من بلاصتو. جاو الناس وانا مخزونه في البيت، دخلوا الناس تسالموا معاهم وجدوا ليهم الاتاي، جلسوا الناس مجمعين كيضحكوا كياكلوا كيشربوا. حتى لواحد شويه سمعت الدقان في البيت، ماما كتقول يا هدى حل يا بنتي. مني حليت الباب يتقول لي يلاه بنتي خرجي عند ناسك سلمي عليهم راه بغاو يشوفوك. خرجت وانا حشمانه وحاضره راسي وفي نفس الوقت ما حامله نشوف لا العريس ولا عائلته. دخلت عندهم الصالون وقلت السلام، ما سلمت على حتى واحد وانا حاضره راسي. منين جلست ويقول لي بابا لا حشومه بنتي سلمي عليهم، اجي سلمي على خالتك وسلمي على عمك وسلمي على الناس اللي جاوا لعندنا. وانا تعاود ثاني من بلاصتي مشيت كنسلم عليهم، سلمت على مو سلمت على باه وخواتاتو. وصلت لعنده مديت لي ايديا وزيت راسي فيه. اش غادي نقول لكم غير انا اللي نهز فيه راسي وهو يضربني الضو كيف ما كيقولوا، وعينيا ولاو كيلمعوا حيت الصراحه داك الولد كان كيحمق بالزين طوله وتجريده تبارك الله عليه، والشعر كحل والحروف ديالو كانوا مرسومين، الحجبان والعينين قداشنا هما. المهم الحاصل وما فيه، اش غنقول لكم بقد ما كنت انا كاعيه وطالع لي الدم وما حاملاش راسي، ما حسيت براسي حسيت بقلبي غادي يسكت بالفرحه حيت العريس عجبني وعجبني بزاف. كنسى وكنقول مع راساتي سبحان الله العظيم شوف شحال زوين، واش هاد الزين جاي يخطف فيا انا؟ لا ما يمكنش، واش هاد الشيء بصح؟ وتقلبات الايه في الوقت اللي ما كنت حاملاهم وليت فرحانه وكنقول في خاطري يا ربي غير يتفاهموا، يا ربي عندك هي بابا يشرط عليهم، لا لا صافي هذا هو اللي غنتزوج به.
وصافي، يعني عجبني الحال وعجبني ديال بصح. وزدت فرحت بزاف مني شفتهم تفاهموا مع بابا، هما ما شرطوا علينا وبابا ما شرط عليهم. ودازت ديك الخطبه، واخا كانت غير خطبه صغيره كانوا في الاول جايين غير يدويو فيا، داز داكشي كلشي بخير وعلى خير وتفاهمنا. وحتى انا عجبتهم لانه ما نكذبش عليكم، كان ربي عطيني حقي من الزين. المهم مشاو الناس وبقيت انا ما نكذبش عليكم غنطير من الفرحه، لدرجه انني ديك الليله ما نعستش بالفرحه. وصافي والديا ووالديه تفاهموا على امتى غادي يديروا الخطبه الكبيره. دازت غير مده ديال شهر ومن بعد منها جابوا لي الخطبه، ودرنا واحد الخطبه اللي كانت كبيره وعرضنا على عائلتنا وحبابنا مورا الخطبه مباشره، يعني ما داش واحد الوقت اللي كان طويل. درنا العرس، مورا العرس مشيت سكنت مع راجلي في دار والديه. راجلي كانوا عنده غير جوج خواتاتو، كانوا مزوجين وكان ساكنه غير مو بوحدها في الدار، كانت غير هي وياه. ولكن رغم ذلك راجلي قال لي شوفي حنا دابا غادي نسكنوا في دارنا غير مؤقتا، غير بين ما نجمعوا راسنا شويه ونديروا حتى حنا دارنا. قلت انا معليش، لانه انا في ديك الفتره ديال ما بين خطبني راجلي وما بين ما درنا العرس وليت كنبغيه، يعني اي حاجه كان غايقولها ليا ما كنتش غنقول عليها لا. راجلي كان ظريف معايا وحتى مو كانت كتعامل معايا مزيان، بالاخص انني كنت واحد البنت اللي كنت حادقه وحادقه بزاف، وليت كلشي كنديرو انا، وكانت كيعجبها طيابي وكانت كتقول لي تبارك الله عليك ماماك ربات وعرفات شنو ربات، لا في الاخلاق ولا في الحداقه ولا في كل شيء. المهم الحمد لله كانت علاقتي مع دوسي ولا مع حتى طفيلاتي فاش كانوا كيجيو كانت واحد العلاقه اللي كانت زوينه كيف ما قلت لكم، لانني انا كنت حادقه وحادقه ديال بصح، ما كنتش كنخلي عدوسي تحل فمها عليا كاع، ما كتجي فين تفيق حتى كتلقاني جامعه الدار ومسيقاها ومصبنا وناشره الصبين وموجده ليها فطورها، يعني كان كل شيء على حقه وطريقه. عدوسي ولفاتني بزاف، دوزنا واحد الفتره ديال عامين. وقبل ما نخرجوا من دارهم في الاول تفهمت انا وراجلي، قال لي شوفي حنا دابا بلا ما نخرجوا نولدوا دابا حتى نمشيو لدارنا، لانكم عارفين ان المصاريف ديال الاولاد كتكون واحد المسؤوليه، وحنا كنا بغينا نجمعوا راسنا شويه ونجمعوا واحد شويه ديال التصبيغ ونمشيو ندفعوا لينا حتى حنا فشي سكينه. ما عرفتوش وما قلتش لا، قلت مزيان هادشي في الصالح ديالنا. وديك الساعات كنت انا مازال صغيره باقا ما كملتش 21 عام، وراجلي حتى هو كانت عنده تقريبا شي 28 29 عام، حتى هو كان يعني مازال شاب. المهم كنت مازال كيف ما قلت لكم كنشرب يعني الفانيد اولا موانع الحمل. صافي قلت انا بين ما نتحولوا ان شاء الله لدارنا، وديك الساعه راه انا غادي نحيد عليا داكشي ونخرج نولد. المهم داكشي نيت هو اللي كان، راجلي كان عنده شي حاجه ديال الفلوس في ديك الفتره اللي جلسنا في دارهم، قدر انه يكمل الثمن باش يدفع في ابارتمون، وداكشي نيت هو اللي دار. مني قربنا باش نتحولوا لدارنا حسيت بعدوسي بدات كتبدل معايا في المعامله، لا هي ولا طفيلاتي ما عرفتش علاش، ولكن في غالب الامر عدوسي كانت ولفات فيا الشقة ولفاتني انا اللي كندير كلشي، كانوا الى جاوا بناتها كيلقاو الطياب طايب، كنت كنتهلا ليهم في ولادهم، كنت كنصبل ليهم حوايجهم ملي كيجيو وكيجلسوا عندنا، يعني كلشي كنت كنديروا انا كيف ما قلت لكم. عدوسي وطفيلاتي تقلبوا عليا ملي عرفوني غادي نتحول لداري. المهم انا ما ديتش عليهم وبقيت كيف ما انا وكنتعامل معاهم نفس المعامله، وكنقول انا ماشي مشكل، من بعد راه غادي تفهموني، من بعد غير رجعوا معايا كيف ما كانوا ماشي مشكل، يعني الوقت كافي لانه يرجع العلاقه ديالنا كيف ما كانت. وصلت الوقيته اللي خاصنا نتحولوا، مشينا تحولنا لدارنا. كنا في الاول مازال ما فرشناش عفوا الدار كامله، في الاول فرشنا غير بيت الناس والحوايج الاساسيين اللي خاصهم يكونوا في الكوزينه، ولكن ملي تحولنا بقينا شويه بشويه حتى فرشنا الدار الحمد لله. يعني راجلي كان خدام وكان عنده واحد الصالير اللي كان قار، وشوية بشوية قدرنا أننا نفرشو دارنا الحمد لله. كنت مفاهمة أنا وياه، راجلي كان الله يعمرها دار، كان واحد الإنسان اللي طيب ومتخلق، وحتى أنا كنت كنتعامل معاه بالمثل. المهم وصلت واحد الوقيتة مورا ما تحولنا لدارنا، قال لي راجلي صافي دابا نقدروا نخرجوا نولدوا إن شاء الله إلا بغى الله، صافي غير حيدي داك الفانيد. وفعلا أنا حيدت الفانيد، علاقتي مع ناسي بدات شويه بشويه كترجع كيف ما كانت، لانني كنت كنمشي عندهم تقريبا مره في الاسبوع، كنت كنمشي دائما نهار الجمعه، كنت كنتغدى كسكسو عند عدوسي وكيكونوا حتى طفيلاتي، كنت كنمشي بكري، كنت كان اللي كنطيب الغداء كنجمع الدار، ومره مره كنت الا بغات تخمل عدوسي دارها كنت كنمشي عندها، يعني بقات العلاقه ما بيناتنا مزيانه صراحه. وحتى انا بالدور ديالي كنت دائما كنحاول انني نتعامل مزيان وماشي نحضر ليهم الراس، وانما نكون معاهم مزيانه، واخا نشوف عدوسي مقلقه واخا نشوفها ماشي هي هذه كنتعامل انا مزيان ونضحك وهذا. المهم يعني كنت كنحاول ان علاقتي تكون معاهم مزيانه. المهم مورا ما حيت انا الفانيد باش نخرج نحمل، بقى شهر كيجر شهر وعام كيجر عام، حتى دازت المده ديال 5 سنين مورا زواجنا.
وربي ما جابش ليا، ما خلات عدوسي فين تنتني، فين ما كتسمع شي طبيب كتديني عنده، فين ما كتسمع شي هشاب كتديني لعندو، فين ما كيقولوها الناس على شي عشوب ولا شي دواء كديرو ليا، وكنت كناكل وما كنقولش لا. عدوسي كانت ملهوفة انها تشوف ولاد ولدها، حيت راجلي كان غير هو اللي عند امو على جوج ديال البنات. مهم ما خليت كيفاش درت باش نخرج نولد، ولكن ربي ديك الساعه يعني مازال ما جاش الاجل، كيف ما كنعرفوا ان الولاد والموت يعني بالاجل، ما كنعرفوش ربي امتى امتى كييسر في الولاد، والموت حتى هي ما كنعرفوش امتى ربي كيقبض الروح. والمهم بنادم ما كيصبرش الصراحه، يعني مات راجلي عفوا ما تقبلاتنيش انني ما نولدتش، كانت كتقول بلي بغات تشوف ولاد ولدها قبل ما تموت. والمهم وخا هي كانت بزاف كتبقى تهضر في هذا الموضوع وكتبقى تقول لي لا خاصكم تولدوا، كنقول لها خالتي هادشي بيد الله، انا هادشي ما بيديش، ولو كان بيديا لو كان راني ولدت شحال هادي، ولكن هادشي بيد الله. راجلي كان كيقول لي شوفي ما تديش على امي، غير خليها تقول، حنا مفاهمين الحمد لله، ويلا ربي جاب لينا الولاد مرحبا بهم، راه حنا بغيناهم، ويلا ما جاوش نتمنوا من ربي يعوضهم لينا في الاخيره. يعني راجلي كان متقبل الامر وكان باغيني كيف ما انا، عكس مو اللي كانت كل مره كتلح عليا وما يمكنش ليها ان هيدو شي نهار نكونوا مجمعين فيه، وما تجبدش عليا هذا الموضوع لدرجه انني وليت كنخمم ملي كنكون غادا لعندها. ديك الليله ما كناش وكنبقى نفكر في داك الكلام اللي غتقول لي، لانه بصح كان كيضرني في خاطري. انا الصراحه كنت متقبله الامر وكنت كنقول لي جات من عند ربي مرحبا بها، واللي قسمها لي الله هي اللي غنشوف، ولكن عدوسي ما كانش مخلياني على راحتي، لا هي ولا بناتها. مهم علينا بقينا غاديين هكاك، وعدوسي غاده في نفس السيناريو نفس الكلام نفس الهضره. مع الوقت حاولت انني نتاقلم وما بقاش ندي عليها. في واحد النهار عيطت لي عدوسي وقالت لي بلي راسي من الماجيه، قالت لي شوفي وجدي راسك. عدوسي كان عندها واحد خوها في الربعينات وكان مازال ما مزوج، وقالت لي شوفي راه فلان بغى يتزوج وراه شاف واحد البنت وقال لينا باش نمشيو نشوفوها، وبغيتك تمشي معايا. زعما انا طاح في راسي العجب ديك الساعه، راكم عارفين يعني اول مره غنمشيو عند شي ناس غير ندويو في شي بنت، يلا اول مره يعني اللقاء الاول باغين غير يتعرفوا، لا داعي انها تديني انا، تمشي غير هي وحده في بناتها وشي وحده في خواتاتها. زعما كنقول انا مرت ولده يعني بعيد على الاقل حتى الخطبه وحتى يتفاهموا. قلت لها دوسي هانتي خلي خالتي حتى المره الجايه متى تتفاهموا مع الناس راه جات عيب. قالت لي لا علاش عيب، انا بغيتك تمشي معايا وبغيتك تكوني معايا وهذا وهذا. بقات كتلح عليا، قلت انا معليش صافي، مني بغاتني نمشي معاها صافي ما نخسرش ليها، حيت انا ما كنتش كنقدر نخسر ليها. قلت صافي مني بغاتني نمشي معاها نمشي معاها. مني قرب داك النهار صافي وجدت حتى انا راسي، وجدت اشنو غادي نلبس، وجدت واحد القفطان يعني قفطان اللي كان هو زوين، ولكن في نفس الوقت راكم عارفين يعني حنا غادي غير ندويو، ما غاديش نلبس تكشيطة ولا شي حاجه اللي تكون ثقيله، بس واحد القفطان اللي كان سامبل وفي نفس الوقت ماكياج اللي كان خفيف وخفيف بزاف. وهزنا راجلي ومشى طرقنا امو وخواتاتو وهزيناه ومشينا لدار العروسه. طلعنا غير حنا، حتى راجلي ما طلعش وحتى خالو ما طلعش، طاح في راسي العجب ثاني. لها خالتي كيفاش زعما فلان ما مشاش باش يشوف العروسه وهو مازال ما عمره ما شافها؟ كنوراهم ليها. قالت لي على ما قالت ادوسي، قالت وراو لنا البنت غير شي ناس. لا قالت لي نطلعوا نشوفوها حنا ونتفاهموا معاهم، وديك الساعه الا عجبتنا راه غنديو التصويره ويشوفها وهذا وهذا. انا على نيتي تيقت ادوسي، طلعنا لعند الناس. ايوا اش غنقول لكم يعني، رحبوا بينا حطوا لنا اتاي، شربنا اتاي والحلوه. شويه جات العروسه جلست معانا، وكنشوف اش غنقول لكم، كنشوف انا في العروسه وفي امها وفي خواتاتها زعما كيشوف فيا واحد الشوفه اللي كانت ماشي طبيعيه. كنقول انا في خاطري هادو مالهم؟ صراحة كنت انا هي الصغيره، يعني انا كنت صغر من طفيلاتي، كنت عاطيه العين. قلت انا ربما ياك ما هادو، انا على نيتي قلت هذا كتشوف فيا ديك الشوفه الناقصه، ياك مغارس مني وهذا، يعني انا هادشي اللي طاح ليا في بالي، حيت كانت كتشوف فيا واحد الشوفه ناقصه وماشي هي هذيك، لا هي ولا امها ولا خواتاتها. المهم حطوا لينا داكشي اللي قسم الله، كلينا شربنا صافي. دوزت جينا دوزت قالت لهم يلاه بسلامه ونهضروا من بعد في التليفون. قلت انا او كيفاش هادو مدواو ما هضروا على تفاصيل؟ ما قالت لي هانتي راه انا بغيتك لخويا ولا اشنو اشنو. بقيت انا غير كنشوف، قلت انا ما نعرف براسهم، ربما هي معجباتهمش، ولكن راه البنت كانت زوينه يعني كانت ما زويناش ما خايباش، يعني ماشي شي وحده اللي خايبه، كانت عاديه العين. قلت انا هادشي انا ما دخلني فيه، انا ماشي سوقي براسهم يديروا اللي بغاو. قالت لي يلاه معانا، انا مشيت معاها وديك الساعه رد براسهم. المهم مشينا للدار عادي. ملي وصلنا للدار قلت لها انت يا خالتي زعما راه ما دويتو في حتى شي حاجه، ما دويتي في البنت ما حتى حاجه؟ قالت لي لا راه حنا ما دويناش، ولكن عطاتنا التصويره.
غادي نوريوها ليه، وديك الساعه الا عجباتو قال لينا سير رجعوا عندهم راه غادي نرجعوا. داز الوقت، دازت واحد المده اللي كانت نيت طويله، ما بقيت شفتهم، قالوا والو لا غادي نرجعوا ولا حتى شي حاجه. سولتها انا قلت لها خالتي ما بقيتوش رجعتوا لدار ديك البنت اللي بغيتي تخطبي لخوك؟ قالت لي عدو السي لا راه وريناه التصويره حكا وما عجباتوش. انا تيقت على نيتي وقلت راه صافي داكشي هو اللي كاين. دازت المده، فواحد الوقيته كنت كندخل الواتساب وكندخل دوك لي ستاتيو اللي كاينين في الواتساب، كيبانوا لي طفيلاتي كيلاحوا التصاور ديال انهم عروضين، كانوا في واحد الحنه وليد ديال العروسه وعريس، المهم يعني وهما لابسين ومحلقين على راسهم كيف ما كنقولوا. تما دارت لي في راسي وقلت هادو راه مشاو وخطبوا البنت وما حضرونيش. كيفاش حضروني في الاول وفي الثاني ما حضرونيش؟ بقى فيا الحال وقلت غنقولها لراجلي، ونيت مني جا راجلي في العشيه قلتها ليه كيشوف داركم شنو دارو. دوزوا الخطبه الكبيره وانا في الاول فاش بغاو يمشيو داوني ودابا ما داونيش وحشومه عليهم وبقى فيا الحال، كون غير قالوها ليا نمشي معاهم وهذا صافي. راجلي بقى كيتمتم في الهضره ويقول لي لا صافي راه دابا يديوك في العرس راه هادي راه هادي. المهم انا درت ما على بالي والو، داز داكشي ودازت واحد المده تقريبا ثاني ديال شهر، كندخل ثاني الواتساب لي ستاتيو ديال الطفيلاتي كنلقاهم حاضرين لشي عرس ولابسين تكاشط والحاله وفي ديك الليله ديال العرس كيتصوروا كيلوحوا في التصاور وفي الفيديوهات. وسراء وصلات جوج الليل، وصلات لثلاثة وهما مازالين كيلوحوا، انا ما نعستش حيت راجلي ما جاش. وبقى فيا الحال وقلت هادو راه داروا العرس، وراجلي في الاول ما قال لي حتى حاجه وما شفتوش حتى انه هز شي كومبليمنت تما من الماريو ومشى لابس ولا شي حاجه. مني مشى الصباح للخدمه ما قال لي حتى حاجه، مني شفتو ما جاش وتعطل قلت راه حتى هو مشى معاهم للعرس. كنصوني عليه كنلقى التليفون ديالو طافي، وخواتاتو كيلوحوا في التصاور وفي الفيديوهات في ستاتيو كيديروا في اللايفات في الفيسبوك وفي هذا وفي هذا. كيتعصبت انايا وبقى فيا الحال، وبالخصوص ان راجلي مشى، مشى وما قالهاش ليا وما دانيش. قلت انا ربما هما اللي قالوا لي شوف بلا ما تقولها لمرتك تمشي معانا. المهم ديك الليله ما نعستش فيها حيت بقيت غير بوحدي في الدار، وكانت هذيك اول مره حيت راجلي معمرو ما بات على برا. بقيت كنتسنى فيه اللي ما جات حتى 6 الصباح، وانا عينيا ما تسدوش وما شفتش الناس كيفاش داير. بقيت جالسه كنتسنى فيه، والسيد جا ودخل لابس واحد الكومبلي اللي كان جديد. واش نقول لكم يعني كان في واحد الحاله اللي نيت كان مهلي في راسو، وانا ما ديت ما جبت غير دخل وحل عليا الباب صافي. وانا نقول ليه غير بلاتي شوف راه انا عرفت كلشي وداكشي اللي واقع راه كله في خباري، زعما انا على نيتي زعما راكم مشيتو للعرس ديال خالك وما عرفتوش عليا. السيد هو يبدا يبوس ليا في راسي ويبوس ليا في يديا وطاح ليا على رجليا وكيبوس فيهم كيقول لي شوفها مراتي العزيزه غير سمحي ليا، وانا ما بغيتش ندي سخط امي، امي مريضه وباغا تشوف ولادي وانا ما قدرش نقول ليها لا، ولكن واخا هكاك حتى شي وحده ما غتجي في بلاصتك وانت هي مرتي العزيزه، وانا غير درت الخاطر لامي غير تولد ليا. وديك الساعه راه نتفارق معاها وما نبقاش معاها. قلت ليها اشنو كتقول؟ بلاتي بلاتي فهمني راه ما فهمت والو انا، اشنو كتقول؟ السيد تصدم هو مني سمعني. قلت ليه راه انا فراسي كلشي كيحسب لي، واش انا فراسي راه بلي تزوج؟ صدق قال ليا بلاصه وقال ليا كلشي اشنو واقع. صدمت صدمه العمر، وهاد الخبر انا ما تقبلتهاش، حسيت بالدنيا دارت بيا، وليت كنقول يا ريت نكون غير كنحلم. واش بصح زعما راجلي تزوج عليا؟ زعما راه كيبغيني وكيقول لي ما تجي في بلاصتك حتى وحده، وانا باغي كيف ما انت واخا ما نولدوش داكشي ديال الله وهذا وهذا. زعما ما ضنيتهاش فيه وما ضنيتوش كاع الا بغى يتزوج حيت انا ما ولدتش ليه ما يديرهاش بهذه الطريقه. يعني انا الا ما كتبش ليا نولد معاه وبغى الولاد من حقه، انا ما عمري ما غنحرمه وما كنش نقول ليه لا. يعني 5 سنين مازال عندنا الفرصه، كان يقدر يصبر معايا واحد العامين وحده اخرى. الناس راه داروا 10 سنين وولدوا، زعما يزيد يصبر معايا شويه حتى الا ما جابش الله يجي عندي ويواجهني ويقول لي شوفها فلانه انا بحالي بحال اي راجل، بغيت حتى انا الولاد وبغيت نسمع كلمه بابا، نقدر نتفهمها واخا انا راجلي كنت كنبغيه وما كنتش نقدر نتفارق معاه، ولكن كنت نقدر نتفهم ونتاقلم مع الوقت ونقول من حقه حتى هو يولد وليداته. ولكن بهالطريقه حسيت بهم غدروني لا هو ولا عائلته. قلت الغدر هو هذا بعينيه، داوني نخطب ليه وانا يا كنشوف وانا في دار غفلون وما دايا ما جايبه، وهنا راه مشيت نخطب لراجلي. واش غنقول لكم داك الصباح اللي صبح عليا كان اسود نهار في حياتي، وداكشي اللي وقع لي عمرني ما كنت كنتخيله. بقى فيا الحال وبقى فيا ديال بصح راجلي تزوج عليا ما بين ليله وضحاها، كنلقى راجلي اللي كنبغيه واللي كنت كنثق فيه واحد الثقه عمياء
مزواج ودار المرأة وجاب عليا الدرة وبلا خباري. كيف ما قلت لكم حسيت به غدرني لا هو ولا مو ولا خواتاته، وانا الراجل الغدار ما عندي ما ندير به وما نقدرش نكمل معاه حياتي. غدا ولا بعد غدا يقدر يدير لي شي كارثه اكثر من هادي. ومن تما حلفت ما نبقى نكون ليه مرا، واخا داكشي راه كان صعيب عليا. ما بين ليله وضحاها غيوقع لي هادشي كامل. مشيت غل بلاصتي الفراشي باش نعس على اساس انني مزوجه، حتى غنصبح وانا حالفه حتى نطلق. وراجلي ديك الليله كانت ليله عرسو، لا لا هادشي بزاف عليا باش نتقبلو، بزاف عليا باش يتقبلو عقلي، ولكن ما عندي ما ندير، هادشي قسمو لي الله وخاصني نتقبل هادشي اللي كتب عليا. غير صباح صباح جمعت حويجي وقلت لي شوف ولد الناس بلا صداع بلا مشاكل نمشي ونطلقو وما يسق لينا حتى خبار. انا غادي نجمع حويجي دابا وغادي نمشي لدارنا، ومني توجد راسك غادي نمشي ونطلقو. وكيف ما قلت لك بلا صداع بلا مشاكل، عمرني ما نكون ليك مرا، ماشي حيت انت تزوجتي، كون غير طلبتيها ليا نقدر نتفهمك ونقول لك اه مادام انا ما ولدتش لك تقدر تشوف رزقك مع وحده اخرى وتولد لك وتكبر وليداتك ما بين يديك، ولكن باش تخليني انا في الدار وتمشي تزوج عليا وتعرس وتطلع فوق العماريه وزيد على هذا الشيء نمشي انا اللي نخطب لك بيدي برجلي، كون هي قلتيها لي نقدر نمشي نخطب لك وانا بموافقه ديالي وانا في خباري ماشي وانا في دار غفلون. مهمه ولد الناس وجد راسك، بيناتنا المحاكم ونطلقوا نديروا طلاق اتفاقي. ومريضنا ما عنده باس، هزيت حويجي ومشيت لدارنا. والديا في الاول ما تقبلوهاش، امي مسكينه بقات كتقول لي لا بنتي ما تخربيش دارك بيديك، واللي وقع وقع وهو من حقه هذا وهذا. قلت لها شوف امي اه من حقه يتزوج باش يولد وليداتو، والشرع عطاه 4 وهادشي راه كاين في الدين وفي الشرع، وانا ما غاديش نقول ليه لا حيت حاشا انا باش نعارض الشريعه ديال سيدي ربي، ولاني هالطريقه باش تزوج بها راجلي راه هي اللي ما تقبلتهاش حيت هذا هو الغدر بعينيه. ونيس داكشي اللي كان وصافي طلقت منه، والحمد لله مورا الطلاق قدرت انني نتاقلم وحاولت انني نصبر راسي بالدية، حيت واخا نمرض واخا يبقى فيا الحال ما عندي ما غادي ندير، وهادشي اللي قسمو عليا الله. من بعد تلاقي من راجلي مشيت تعلمت ليا الصنعه ديال الخياطه، والحمد لله انا دابا خدامه وكملت حياتي بلا بيه الصراحه، واخا راه كنت كنبغيه وعمري كنت نتخيل راسي نتفارق معاه، ولكن هذا هو مكتبي وكنطلب من الله يعوضني. وعاودت لكم قصتي، بغيتكم تدعيو معايا، وكانت هذه هي القصه.